هذا الفيديو إخواني فيه أخبار سارة أكثر من خبر بخص إذن السفر، بخص الحكومة التركية وتوضيح جدا هام من إدارة الهجرة. السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. عملوا لنا إعجاب للفيديو ولسه ما اشترك بالقناة، بتشرف إنه يشترك بقناتي مشان يوصلوا أي شيء جديد ومفيد. بداية يا إخواني، قمنا بالأمس بتوجيه نداء إلى الحكومة التركية باللغة التركية، الفيديو موجود بقناتي. طبعا في كتير كمان من الإخوة الصحفيين والإعلاميين وفئة كبيرة من الإخوة السوريين قاموا بتوجيه نداء إلى الحكومة التركية، والحمد لله رب العالمين الحكومة لبت النداء. النداء شو بخص؟ بخص أطفال إدلب يا أخواني مشان تدخيلهم على تركيا للعلاج، وألف الحمد لله رب العالمين يا أخواني إنه قدرنا نوصل صوتنا للجهات المعنية، ويشكر كل شخص يا أخواني ساهم بهذا الموضوع. الموضوع الثاني يا أخواني اللي هو كتير موضوع جميل وصار موضوع إذن السفر وتسهيل على موضوع إذن السفر. قبل كم يوم يا أخواني طلعت بفيديو وحكيت إنه راح تشوفوا تغييرات على موقع الإدولات بخصوص إذن السفر، وفعليا صارت تغييرات على موقع إذن السفر. شو اللي صار على موقع إذن السفر؟ ضافوا إنه لازم تحطوا الكود الصحي الهيس كود قبل ما تاخذوا إذن السفر. طيب ممكن البعض منكم يقول إنه هذا خبر مو صار، إنه إذا عم يطلبوا الكود الصحي معناتها هي تصعيبات. بالعكس تماما يا إخواني، بعد الاجتماعات والأمور اللي تمت انفرض الكود الصحي أثناء أخذ إذن السفر لتسهيل عملية إذن السفر. كيف يعني؟ شو يعني هذا الكلام؟ يعني اليوم اللي عنده هيس كود وأموره تمام، أموره الصحية تمام، رح يتوافق على إذن السفر تبعه بعد ما يكون معبي المعلومات بشكل صحيح على موقع إذن السفر. رح أترك لكم كمان رابط للأشخاص اللي حابة تأخذ إذن سفر بأول تعليق مثبت، تفوت وتشوف كيف بدها تأخذ إذن سفر، ورح تشوفوا موافقات على إذن السفر بشكل كبير. قبل هيك ممكن كان في صعوبات أو ما يجي موافقات على إذن السفر، ولكن جربوا رح تشوفوا إنه إذن السفر صار موضوعها أسهل. يعني الحمد لله إخواني مثل ما حكينا بالفيديوهات السابقة الأمور بلشت تسهل وبلشت تصير أفضل بإذن الله تعالى. ولكن عندي عتب صغير، وبدي أدعي جميع الإخوة السوريين في تركيا إنه لما بيكون في عنا قضية مثل قضية إدلب أو أطفال إدلب أو قضية بتهم الإخوة السوريين، بدعي الجميع إنه يشاركوا فيها يا إخواني، لأنه نحن بالنهاية صدقوني ما لنا غير بعضنا. الموضوع الثالث يا إخواني هو عبارة عن إنه إدارة الهجرة أو مدير هجرة إسطنبول وضح عن أعداد السوريين أو الأجانب الحقيقيين اللي موجودين بإسطنبول، بعد ما كانوا طبعا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو موضح بتوضيحات تانية، ولكن إدارة الهجرة طلعت وصرحت بالعدد الحقيقي للاجئين اللي موجودين في إسطنبول. هذا الشيء بيعني يا إخواني إنه الاهتمام باللاجئين عم يزيد، الأمور عم تتحسن والأمور ماشية نحو الأفضل. نحن خلينا نطلع على الأمور من فوق، خلينا نطلع على الأمور بشكل أوضح، ورح نشوف بشكل عام إنه الأمور رايحة على خطوط أفضل بإذن الله. رح وافيكم بجميع التفاصيل والأمور والأخبار الجديدة على الأراضي التركية. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين على النصر اللي انتصرنا. تحياتي.